الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو الصيام الذي حرمه الله ورسوله علينا رغم أن الصوم من الفرائض وحلال لنا؟ لن ينهانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمر إلا وكان خيرا لنا، خاصة إذا كان هذا الأمر من الفرائض، فالصوم فريضة فرضها الله عز وجل وأمرنا بصيامها، وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام الشاب الذي لا يستطيع الزواج وأيام الاثنين والخميس. ولكن متى يحرم علينا الصيام؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة منفردا يتطوع بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وفي رواية لمسلم: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. كما نهى الله ورسوله الصيام يوم عيد الفطر، وهو أول أيام شهر شوال، ويعقب فريضة الصيام في شهر رمضان وعيد الأضحى، وهو العاشر من ذي الحجة. وقد جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم العيد فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، لذلك فيحرم صيام يوم عيد الفطر ليناسب انقضاء الفريضة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة عيد الفطر أكل تمرات قبل أن يخرج ليقطع أثر الصوم. وكذلك يحرم صيام يوم النحر لأن فيه نسكا، وهو الأضحية، فناسب أن يأكل الناس ويتصدقوا، ولهذا امتد التحريم من يوم النحر إلى أيام التشريق الثلاثة بعده. وفي صحيح مسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس كانا ينشرون اللحم في الشمس لتقديدها حتى يطول الانتفاع بها، والتقرب إلى الله تعالى يكون بما شرع، وليس للإنسان أن يخترع في العبادات. وطالما ورد النهي عن الصيام يومي العيدين فيلزم الامتناع عن الصيام. ومن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فأبواب القرب كثيرة، من ذكر وقراءة قرآن وصلاة وصدقة وغير ذلك. فالذي يحرم صومه في شوال هو يوم الفطر فقط، وهو أول يوم في شهر شوال، وأما ما سواه فلا حرج في صومه، بل استحب كثير من الفقهاء ابتداء صوم الست من شوال من ثاني أيام شهر شوال، وذلك تحقيقا للمتابعة الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. رواه مسلم.
ويحرم صوم يوم الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة والثلاثة أيام التي بعده وهي أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والقديم عند الشافعية. أما الجديد عندهم وهو مذهب أبي حنيفة فيحرم صوم أيام التشريق حتى لمن لم يجد الهدي، والقول الأول أظهر لما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن ابن المنذر حكى عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين جواز صومها تطوعا وغيره، ولكن الحديث السابق الذكر يرد هذا القول. وننبه الأخ السائل إلى أن عيد الفطر يوما واحد وليس ثلاثة أيام كما يزعم بعض العوام في بعض البلدان. وأما حكم صيام أيام التشريق فأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي بعد عيد الأضحى، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي من الأيام المباركة التي ذكرها الله تعالى بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. والمراد بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والصوم في أيام التشريق يختلف حكمه للحاج من غير الحاج. أما حكم صيام أيام التشريق للحاج فيجوز للحاج الذي لم يستطع ذبح الهدي في الحج أن يصوم أيام التشريق الثلاثة في حال لم يستطع الصيام خلال فترة الحج قبل يوم العيد. فعن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ولا يجوز صيام أيام التشريق لغير الحاج المضطر حتى وإن كان الشخص عليه صيام شهرين متتابعين، ففي هذه الحالة يتوقف عن الصوم طيلة أيام العيد ثم بعد ذلك يستطيع إكمال صيامه. ولا يجوز صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى والذي يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حتى في حال مداومة المسلم على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، فإن هذا اليوم لا يجوز صيامه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. والحكمة من ذلك أن في هذا العيد منسكا يفعله معظم المسلمين، وهو ذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الناس والأكل منها أيضا، وبالتالي لا يجوز الصوم في هذه الأيام حتى يتسنى للناس أكل لحم هذه الأضاحي. ولذلك كان التحريم لأيام التشريق أيضا وليس يوم الأضحى فقط. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.